الوطن، الإخوة المواطنين في العالم كامل، الناطقين باللغة العربية، مساءكم سعيد وطابت ليلتكم بكل خير وسعادة. معكم مباشرة في هذا الحي احتفالا باليوم العالمي للمباني التاريخية والمواقع، تحتفل المنظمة الدولية يوم 18 أبريل من كل سنة. وكل سنة يعني اليوم العالمي للمباني التاريخية كيكون عنده شعار ديالو، يعني الذي المجلس العالمي المباني التاريخية والمواقع المعروف اختصارا بإيكوموس، International Council of Sites and Monuments and Sites. هذا اليوم العالمي كباقي الأيام العالمية المحتفى بها من طرف المنتظمة الدولية، يعني المواطنين العالم، اليوم العالمي للبيئة، اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي اليوم العالمي، يعني تسمى عنده تطور، عنده يونيفوليسيون. هذه السنة 18 أبريل اللي قرر فيه الشعار ديالو المجلس العالمي للمواقع هو ثقافات مشتركة، تراث مشترك، ومسؤولية مشتركة. والمغرب دأب على الاحتفال بهذا اليوم العالمي للمباني التاريخية في شخص وزارة الثقافة والمصالح التابعة لها، مثل ما تحتفل المتاحف واليوم العالمي للكتاب والأيام العالمية إلى آخره، والشعر. 18 أبريل ديال هذه وزارة الثقافة الطوارئ الصحية، يعني وزارة الثقافة ومديرية التراث الثقافي ديالها، يعني شعار آخر تحت الشعار هذا اليوم العالمي للمباني التاريخية، وهو أنه التراث سانفيت شيفو، يعني التراث يحل بين ظهرانيكم، يدخل. المصالح التابعة لوزارة الثقافة هذه السنة فتحتفي بهذا اليوم عبر مجموعة من الأنشطة التي يعني تدور انطلاقا من عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مباشرة ولا غير مباشرة، طريقة نشر مقالات، نشر صور، نشر فيديوهات، ولا مباشر كذلك مع المواطنين، يعني فيها التفاعل ديالها. الشعار اللي يعني الذي أقره المجلس المباني التاريخية والمواقع هي ثقافة مشتركة، تراث مشترك، ومسؤولية. خصنا نشرح هذه المفاهيم. ثقافات مشتركة هي المشترك في الثقافات، والمجلس العالمي يعني وضع هذا العنوان في الجمع، بالعكس ديال التراث المشترك جاء في المفرد، والمسؤولية المشتركة ثقافات مشتركة، لأن البشرية كلها هي عند نفس الشعب، هناك ثقافات وليست واحدة. الفلسفة ديال المجلس العالمي للمباني التاريخية والمواقع فهذا ديال الثقافات المشتركة هو أنه يعني التنوع الثقافي، هذه الثقافات كذلك بهذا الشكل هدف، لكن في الثقافة البشرية تراث، والتراث الإنساني، التراث الإنساني كل ما أبدعه الإنسان من تراث مادي وتراث لا مادي، يعني هذا كله كيكون يعني بحاله بحال العلم، الإنتاجات العلمية الإنسان بقدراته العلمية والفكرية والاقتصادية وبحسب تطور العلوم حسب كل العصور. فهذا إذا التراث المشترك هو مشترك، التراث اللي في المغرب هو نفس التراث، يعني يعتبر تراثا انسانيا بالنسبه لباقي شعوب العالم، يعني التراث ديال شعوب اخرى نعتبره تراثا كجزء من تراث انسانيتنا انسانيتنا. المسؤوليه المشتركه، مسؤوليه مشتركه جدت كذلك هي في صيغه المفرد على اساس انه كلنا ان مسؤوليه تجاه التراث، هي تراث من أجل التعريف به، من أجل المحافظة عليه، من أجل تثمينه، وهذا هو الأهم.
بأهميته ليس فقط كنظرة ماضوية ولكن كترسيخ لكل شعب شعب وترسيخ لوحدة قلنا لهذا التراث الإنساني يجب الحفاظ عليه وتثمينه وتسليمه آمنا سالما مسؤولية مشتركة كذلك من أجل جعل هذا التراث كما هو في الحق دائما عنصر أساسي وقاطرة للتنمية تنمية شاملة مندمجة. كنعرفوا الشعوب التي اعتنت بالتراث فين وصلت على المستوى ديال التطور الاقتصادي ديالها، لأن لا نقول هذا الكلام باعتبارنا فاعلين في التراث ونشتغل به، ولكن هذا واقع. كاين دول تعيش من السياحة أكثر مما تعيش من الصناعة، هذه حتى أكبر الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا، فالعدد ديال السياح والسياح لما يسافرون لا يذهبون لشيء وإنما يذهبون لاكتشاف الآخر، وحين تكتشف الآخر فإنك تكتشف تراثه وثقافته لا مادي ولا. فالمغرب دأب على الاحتفال كما قلت بهذا اليوم العالمي للمباني التاريخية. كل سنة كتكون عندنا برامج ميدانية كنشتغلوا فيها مع المجتمع المدني، مع الفاعلين الاقتصاديين، مع المؤسسات التعليمية والتربوية والأوساط الجامعية ومختلف شرائح المجتمع، من خلال معارض يعني محلية ولا متنقلة، من خلال محاضرات، عروض، ندوات، من خلال يعني أمسيات فنية كذلك، كلها من أجل تثمين التعريف به أجيال في الحلة التي يجب أن يكون عليها كما كان، وليس بطريقة مزورة بطريقة مشوهة ولا بطريقة مبالغ فيها كذلك. هذا اليوم العالمي للمباني التاريخية باش نعطيكم عليه نظرة. الناس غاد عادة التاريين والناس كذلك ديال الفلسفة غادي كنتلاقاو في التعريف ديال المفاهيم كما قلنا حنا عرف، ولكن في التأصيلي لكل حدث حدث. هذا اليوم العالمي اولا اول ما بدا بقرار من منظمه اليونسكو اللي كتعرفوها كاملين، منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه يونسكو، فاقرته في اجتماع لها سنه 1982. ولكن اللي مو كل الاحتفال بهذا اليوم العالمي للمباني التاريخيه هو المجلس العالمي للمباني التاريخيه والمواقع الذي يعتبر جهازا استشاريا، سي ان اورغان كونسلتاتيف لدى منظمه اليونسكو. وبين قوسين هذا المجلس العالمي للمباني التاريخيه والمواقع هو الذي يبت ويدرس ملفات الترشيح المقدمه لدى اليونسكو لتصنيف المواقع ضمن لائحه التراث العالمي بالنسبه للتراث المادي ماشي التراث اللامادي، هذاك عنده جهاز اخر ديالو. فمنذ 1982 إذن والمنتدى الدولي يحتفل بهذا اليوم العالمي للمباني التاريخية. ولكن كيف جاء اليوم العالمي للمباني التاريخية؟ انطلق التفكير في العناية بهذا التراث بشكل يعني ممنهج وبشكل نسموه يعني فيه شوية ديال القوانين مع بدات الإرهاصات في 1931. 1931 كانت بين 21 و30 اكتوبر في 31 كان المؤتمر العالمي في اثينا والمعروف يعني لا كونفرنس انترناسيونال داتين، اللي كان الموضوع ديالها هو الترميم ديال المباني التاريخيه. وهنا غادي تجي الفكره في 33 ديال اصدار ديال الميثاق ديال اثينا يعني لا شارت داتين حول يعني هذا العنايه بالمباني التاريخيه والتراث. وغادي تجي 1957 كذلك من بعد فاش غيكون واحد المؤتمر عالمي ديال المهندسين والتقنيين ديال المباني التاريخيه والمعالم الاثريه، وهنا جات يعني التعبير عن الرغبه في احداث بنيات او اللي نسميوها مؤسسات ولا يعني اجهزه اللي تكون مسؤوله على المحافظة على المواقع والمباني التاريخية. كتجي 1964 غتجي فيها هنا الميثاق ديال فينيسيا، فينيسيا لا شارت دو فينيس،
اللي كانت في المؤتمر الثاني العالمي للمهندسين والتقنيين ديال المباني التاريخيه، وكانت فيها واحد العدد ديال التوصيات، واللي سميتو على راسها هو اللي يعني صدر الميثاق ديال فينيس، لاشارت دو فينيس، وتم يعني الاحداث ديال هذا المجلس العالمي للمباني التاريخيه والمواقع المعروف اختصارا بايكوموس، وذلك باقتراح من منظمه التربيه والعلوم والثقافه اليونسكو. في 1965 كان بين 21 و25 يونيو كان الجمع العام التأسيسي للجمعية العامة ديال هذا المجلس العالمي للمباني التاريخية. فرسميا يعني الإحداث ديال المجلس العالمي للمباني التاريخية والمواقع وقع في 1965، وذلك في مدينة فارسوفيا ببولونيا في أوروبا الشرقية. حضروا فيها واحد 26 ديال الدول، 20 دولة اللي حضرات بطبيعة الحال، إلى جانب الأجهزة المتحدة على رأسها منظمة اليونسكو والاتحاد العالمي للمهندسين. كتجي 1982 ويتم الإقرار الفعلي والرسمي ديال ترسيخ 18 أفريل باتفاق، يعني اتفقوا في الجمعية العامة باش يتفقوا على أنه تكون هو اليوم المناسب كيوم للاحتفال بالمباني التاريخية. وحنا يعني في وزارة الثقافة في المغرب دأبت منذ سنين طويلة على الاحتفال ليس فقط باليوم العالمي التاريخي في 18 أبريل منعزلا، واليوم العالمي للمتاحف في 18 ماي كيوم منعزل، وإنما جمعت اثنين، فجمعنا بين 18 أبريل و 18 ماي، ومسمي عندنا في وزارة الثقافة في المملكة المغربية شهر التراث. وشهر التراث يعني على امتداد ربع الوطن، كتكون أنشطة متنوعة كما قلنا في الأوساط المدرسية مع المجتمع المدني مع أوسع شرائح ديال المجتمع. فهاد السنة نظرا لهذا الحجر الصحي، الحظر الصحي اللي كاين وحالة الطوارئ اللي كنعيشوها بسبب ديال كورونا كوفيد 19، الله يرحم الأموات والشهداء اللي ماتوا، والله يشافي المرضى، والله ينجينا وينجيكم وينجي الأمة وينجي البشرية جمعاء من هذا الوباء، نخرجوا منه سالمين ان شاء الله. فاحنا طيله هذا الشهر ان شاء الله جميع المصالح ديال وزاره الثقافه، وانا غادي ندوي على المصلحه ديالنا في مركز دراسه وابحاث التراث المغربي البرتغالي بعد شهر التراث عبر واحد العدد ديال الانشطه اللي غادي ديال المواد اللي غادي نقدموها عبر وسائط الاتصال الاجتماعي من خلال الفيسبوك، يعني الحوائط ديالنا الشخصيه ولا الصفحات الرسميه ديال المؤسسات الثقافيه ديالنا اللي كنسيروا ولا اللي تابعين ليها، ولا كذلك عن طريق المواقع الالكترونيه من خلال مقالات، من خلال واحد العدد ديال الانشطه. كانكم يعني غادي نحاولوا ما امكن ربما نديروا بحال بعض الاحيان ديال بحال واحد زياره تفاعليه مثلا في مباني تاريخيه، غادي نجتهدوا فيها يعني بحال دي فيزيت فيرتوال. وهذه الفيديوهات غادي نحاولوا ما امكن باش غادي تكون بلغات مختلفة، لأن احنا في المغرب على الأقل دابا وسائل الاتصال الاجتماعي أولا كلها كونية، ما بقاتش منحصرة داخل حدود معينة، ونعرفوا بالتراث عن طريق اللغات الأجنبية يعني اللي على الأقل منتشرة بزاف، اللي نقدروا نعرفوا ثلاثة ولا أربعة ديال اللغات. يعني وكذلك عندنا في المغرب مواطنين أجانب مقيمين في المغرب، حتى هما من حقهم علينا باش نتواصلوا معاهم بهذه اللغات الأجنبية ويسمعونا، وربما نقدروا الا كان ممكن باش انه نديروا في مباشر يكون فيه تفاعل عن طريق اما مولفي الناس كيديروا ديال الدار، يعني سؤال ويعني استفسارات ديال الناس. فغادي نجتهدوا باش نديروا هذه الفيديوهات باللغه العربيه وبلغات اجنبيه. بالنسبه للاخوان يمكن الزملاء ديالنا، انا مع الاسف لا اتقن الامازيغيه، ما غاديش نقدر نتحدث بها، ولكن كنظن كاينين بزاف ديال الزملاء ديالنا في وزارة الثقافة اللي يعني كيتقنوا الأمازيغية، ممكن غادي يتواصلوا معكم باللغة الأمازيغية والعربية وباقي اللغات كذلك. ونتمنوا التوفيق باش نكونوا يعني عند حسن ظنكم، ونعاودوا نجددوا اللقاء بيناتنا دائما، ونجددوا لكم الدعوة للمكوث في البيوت، الله يخلف عليكم والله يستر عليكم، لأن أفضل علاج لهذه الجائحة اللي ضربت البشرية جمعاء وضربت العالم كله هو المكوث في البيوت. يعني
الطاقم الطبيه الصحيه كدير المجهودات ديالها في معالجه المرضى، ولا في يعني على الاقل حتى تقدر تنقذ ناس قبل ما يتقاسوا، ولكن احسن علاج هو المكوث في البيت. ونتمنوا باش تتواصلوا معنا من خلال هذا الشهر، عندكم شي استفسارات، عندكم تساؤلات، عندكم اقتراحات، حوايج اللي باغيين تعرفوها على التراث المغربي ولا التراث الاجنبي. حنا دابا كمركز دراسات وابحاث التراث المغربي البرتغالي، لو سونتر ديتيود دو ريشيرش سور لو باتريمون ماروكو لوزيتانيان، غادي نبقاو هذا دابا كان مدخل في اللقاءات المقبله، غادي نبقاو منحصرين في الاختصاص ديالنا اللي هو التراث المغربي البرتغالي المشترك داخل المغرب وداخل البرتغال، لان هذا مركز دراسات وابحاث التراث المغربي البرتغالي كجهاز تابع لوزاره الثقافه ضمن شبكه من مراكز التراث يعني متخصصه في التراث، وكل مركز متخصص في واحد التراث تم الاحداث ديالو في الجهه اللي فيها ذاك التراث كثير. ماشي حتى شي مركز من هذه المراكز المتخصصه في التراث ما موجود في الرباط، وهذه سنه حامده سنتها وزاره الثقافه منذ نهايه الثمانينات، ثمانينات القرن العشرين يعني من 88، وجات الاحداث ديال هذه المراكز مسترسل، كل مركز دار في المنطقه اللي فيها يعني التمركز ديال ذاك النوع ديال ذاك الشكل من اشكال ديال التراث. هذاك الشيء علاش مركز دراسات وابحاث التراث المغربي البرتغالي وهذا الشيء اللي ما كيفهموش الناس موجود في الجديده، ولكنه تابع للرباط كما المراكز الاخرى اللي في اكادير واللي في ورزازات واللي في الريصاني ولا اللي في الشاون في العيون، يعني مراكز تابعه للاداره المركزيه في الرباط. فاحنا غادي نبقاو منحصرين في اطار الاختصاص اللي كيوكلوا لنا القانون ولا كيامرنا به القانون باش نشتغلوا عليه، وهو التراث المغربي البرتغالي المشترك على امتداد ربوع المملكه المغربيه، وكذلك التراث المغربي الاسلامي في البرتغال، لان كنعرفوا المغرب عن طريق بصفه خاصه الامبراطوريه المرابطيه والموحديه كان عنده حضور في الاندلس فعلي ميداني، فكنشتغلوا كذلك حتى على ذاك التراث الاسلامي في الشقيقه البرتغال. وباش نختم نرجع للموضوع ديال اليوم العالمي للمباني التاريخيه والشعار ديالو ثقافات مشتركه، تراث مشترك ومسؤولية مشتركة. احنا في المغرب يعني من ضمن العادات ديال الشعوب كذلك كينطبق علينا هذا الشعار 100%. احنا في اطار التنوع الثقافي اولا، وحنا براسنا كأمة في الفرد المتعدد ولا التعدد في الوحدة والوحدة في التعدد، عندنا تراث مشترك مع عدد من الشعوب والدول ديال العالم، سواء احنا اللي كنا عندهم وساهمنا في البناء الصرح الحضاري إبيريا زمن الأندلس كيفما في إفريقيا ما وراء الصحراء، أو الشعوب التي غزتنا دخلت علينا ولكن بنات معنا هنايا وكان هو تراث فيه تأثير وتأثر، على سبيل المثال هذا التراث المغربي البرتغالي. وعندنا جوج ديال المواقع اللي هي مصنفة في التراث العالمي ويعني داخلة في هذا المشترك العالمي والمشترك الإنساني، أولها تصنيف ديال جديدة مازاغان في 2004 باعتبار انها قلعه برتغاليه ولكن داخل فيها بناء مغربي، بناء برتغالي اسباني ايطالي يعني تاريخيا منذ احتلالها وبناء من طرف البرتغاليين في القرن السادس عشر الى اخلائها يعني وجلاء المغاربه البرتغاليين عنها في 1769، فهي تراث مشترك يعني كينطبق 100% على هذا الشعار ديال المجلس العالمي للمباني التاريخيه للاحتفال ديال هذه السنه ديال 18 افريل. عندنا التصنيف ديال مدينة الرباط واللي كان في الشعار ديالها المصنف يعني لا ديكلاراسيون الاعلان ديال العنوان كيفاش اعلنت عليه منظمة اليونسكو، سمات الرباط يعني تراث مشترك ان باتريمون بارتاجي. علاش؟ لان الرباط هي اول مدينة في المغرب يتم تصنيفها في لائحة التراث العالمي بجميع مراحلها التاريخية منذ يعني مواقع نسميها يمكن حتى ما قبل التاريخ الى القرن العشرين. هذاك الشيء علاش تسمات تراث مشترك، لان الرباط من بدايات يعني من العهود القديمه للعهد ديال رباط الفتح فاش بانت في القرون الوسطى بشكل حضاري كرباط عامر الى البدايه ديال الفتره الاستعماريه ديال الزمن اليوطي ومن 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 لاحقه في مدينه الرباط، التي يعني كتشوفوها كيفاش يعني الرباط عامره تبارك الله على غرار الدار البيضاء وفاس ومكناس وجديده ومدن اخرى اللي فيها زخم من هذا التراث ديال الفتره الاستعماريه، ولكن الرباط والدار البيضاء فيهم حصه الاسد من هذا التراث ديال الفتره الاستعماريه ديال العهد ديال الحمايه الفرنسيه. فهذاك التراث هو تصنف، ما تصنفش فقط الرباط الموحديه ولا المرابطيه ولا المارينيه، ماشي غير الودايا والمدينه القديمه ديال الرباط والاسوار ديال يعقوب منصور ولا شاله اللي تصنفوا، انما حتى وسط المدينه ديال الرباط اللي فيه المعمار
الكولونيالي ديال الفترة ديال الحماية الفرنسية، هو تصنف في هاد في لائحة التراث العالمي تصنيفا مشتركا مع باقي المكونات ديال التراث المغربي ديال الرباط. غادي تجي المدينة الثانية إن شاء الله قريبا هي الدار البيضاء، حتى هي ملي غادي تصنف كيف ما تصنفات الرباط، يعني بجميع مكوناتها التراثية، يعني نحسبوها يمكن من مغارة ما قبل التاريخ إلى البنايات ديال العهد ديال الحماية اللي فيهم كما قلنا الدار البيضاء زاخرة بهذا النوع ديال المعالم التاريخية، واللي هي كلها تحف معمارية وتؤرخ في المغرب كامل ديال هذه الفترة ديال القرن العشرين، تؤرخ للمدرسة في الهندسة المعمارية الجديدة المسمات لاغ ديكو. موعدنا يتجدد في القريب إن شاء الله، ونتمنى باش نعاودوا نتفاعلوا ونستمعوا للاقتراحات ديالكم والتساؤلات ديالكم. غادي نقدموا لكم مقالات، غادي نقدموا لكم محاضرات، فيديوهات، صور كذلك، واحد العدد ديال المعطيات ان شاء الله اللي غادي نتفاعلوا معكم فيها في خلال هذا شهر التراث. تحياتي وبقوا في ديوركم.